كريستيانو رونالدو مثلا مع ريال مدريد مع المنتخب البرتغالي، ميسي مثلا مع برشلونة، سلاح مهم جدا، ضربة حرة مباشرة موجودة وكرة قوية وهدف ثاني للمنتخب الصيني. كنا نتكلم عن الكرات الثابتة وأنها تحسم أمور، وبالفعل يتقدم المنتخب الصيني بهدف ثاني في الكرات الماضية. كرة قوية جدا كما نشاهد الآن مرت على نواف الخالدي وبلغت الشباك، وسجل المنتخب الصيني هدفا ثانيا في المباراة الآن. هدف ثاني في المباراة من ضربة